بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله خالق الأنام المحمود سبحانه أبدا على الدوام، حث المؤمنين على المحبة والوئام، وندبهم إلى التزاور وصلة الأرحام، وحذرهم من التضابر والقطيعة والخصام. الحمد لله الملك العلام رغب عباده في صلة الأرحام، ووعدهم على ذلك أعالي الجنان، ورهب من قطع الأرحام، ولعن قاطعيها فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى الإمام، بيّن أن صلة الأرحام من أفضل الأعمال وخير الخصال. إذا شئت أن تحيا سعيدًا مسلمًا فصلِّ على خير الأنام وسلِّمًا. يصلي عليك الله عشرا مكرما، ويدنيك من ذاك المقام لتنعما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، واليوم الثاني من الأسبوع الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا اللقاء يحمل عنوان حقوق ذوي القربى، فإن من مقاصد الإسلام وركائزه العظيمة السامية نشر المحبة والألفة بين العباد، ونبذ التخاصم والتضابر والأحقاد. فقد قال الحق تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلقد نظم الإسلام العلاقات الاجتماعية، ووضع لها أساساً ومبادئ تضمن التراحم والتكافل والسلام والمحبة بين الناس، وجعل فيها الناس إخوة حتى ولو لم تربطهم قرابة أو معرفة. فأمر المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يعامله كما يحب أن يعامل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، شرفنا
في هذا اللقاء المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، كما شرفنا أيضاً متحدثاً الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. كما شرفنا أيضا في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله شلبي مسؤول المساجد، والشيخ حمدي عبد المتجلي مفتش مساجد إدارة أوقاف وسط، والشيخ فراج حسن عبد المعبود مفتش المساجد الأثرية بإدارة أوقاف وسط، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب المسجد، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغ
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. القرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيها السادة، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والتي كانت خير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، إن الإسلام يهدف إلى بناء مجتمع متراحم متعاطف تسوده المحبة والإخاء، ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. والأسرة وحدة المجتمع، تسعد بطاعة الله وصلة الرحم. لذلك اهتم الإسلام بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها، فجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله وبر الوالدين. فقد قال الحق تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، ونستمع الآن
إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع شريعته إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإنها لليلة طيبة مباركة تلك التي نجتمع فيها الآن وفي هذه الرحاب الشريفة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لنتذاكر العلم في موضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن يعنى بها المسلم، بل يجب أن يعنى بها الإنسان في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. والحقيقة أن قيام مثل هذه الندوات وإحياءها على هذا النحو لا يعد من الفضائل الطيبة ومن الجهود المباركة التي قيض الله لها من هم أهل لذلك من أهل الفضل والعلم والدعوة، وهم رجال وزارة الأوقاف ودعاتها برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي أحيا وسائل الدعوة وفتح منافذها على نحو غير مسبوق، وها هي ألوان ذلك النشاط الدعوي يتمثل في هذه المجالس وفي مجالس إقراء القرآن الكريم وفي مجالس الإفتاء وفي مجالس متعددة، جعلت نشاط وزارة الأوقاف الدعوي يعد قدوة للعالم الإسلامي في مجال الدعوة، وأصبحت مصر بحمد الله تبارك وتعالى وبفضل قياداتها المباركة قادة للدعوة الإسلامية ورائدة لها على مستوى العالم كله، فجزى الله القائمين بهذا النشاط خيراً وأعانهم ووفقهم لتحقيق هذا الخير الكبير للدعوة الإسلامية وللناس في كل زمان ومكان. والموضوع الذي نتحدث فيه اليوم موضوع في غاية الأهمية، وأهميته تتمثل في أمرين: الأمر الأول أن القرابة التي تنشأ بين الإنسان وذوي قرابته هي أمر جعلي بفعل الله تبارك وتعالى، فأنت لا تملك أن تكون قريبا لإنسان لأنك لم تختر أباك ولم تختر أمك، وإنما الذي اختار لك هذا الأمر وأوجدك منهما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك كان حدوث القرابة بين الأصول والفروع وبين الحواشي وغيرهم وبين ذوي الأرحام، كل هذه الدرجات من القرابة تعتبر جعلاً ربانياً بتقدير الله تبارك وتعالى وليس بكسب الإنسان. وبالتالي فإن الأحكام المتعلقة بالقرابة هي أحكام يقول الفقهاء إن فيها قدراً كبيراً من التعبد، التعبد الذي قد لا يستطيع الإنسان أن يدرك له علة في كثير من الأمور. ومن ذلك مثلاً أن الله تبارك وتعالى أوصى الولد بأبيه وأوصى الولد بأمه بأن يبرهما وأن يقوم بواجبهما مهما كان وضع الوالدين، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى نقاش. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل بر الوالدين والإحسان إليهما
تاليا لعبادة الله تبارك وتعالى، بل جاء في آية أخرى في قول الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فجعل شكر الله شكر الوالدين تاليا لشكر الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على قرب المنزلة ويبرز جانب التعبد في هذا الأمر، لأنه يعتبر لونا من ألوان العبادة لله عز وجل يجب أن يقوم به الإنسان تجاه والديه وتجاه ذوي قرابته، لا لمقابل يرجوه، ولكن إرضاء لله تبارك وتعالى الذي كلف الإنسان بهذا الأمر. وقد يعجب الإنسان حين يجد تفصيل هذا الحق في قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الفقهاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما، أي لوالديك، جناح الذل من الرحمة، أن يكون الولد مع أبيه وأمه كالعبد الذليل مع السيد المتجبر المتكبر، لا يملك إلا أن يسمع ويطيع، لا يعارضهما ولا يرد عليهما ولا يؤذيهما بقول أو فعل، بل يبالغ في إكرامهما إلى الحد الذي يصل بهما إلى البر، وكلمة البر لم تصل في حق من الحقوق إلا في علاقة الولد بوالديه وفي حقوق الوالدين على وجه التحديد. بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل حق الوالدين في البر وفي الاحترام وفي الطاعة واجبا حتى ولو كان الأب أو الأم لا يستحقان بحكم النظر العادي وبحكم ما قد يتصوره الابن، لا يستحقون هذا الكرم، إلا أن الله تبارك وتعالى وضع مجموعة من الاعتبارات التي لا يمكن أن يبلغ السوء أكثر منها، فقال عز من قائل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليس بعد الشرك ذنب، ومع ذلك فإن هذا الذنب جعله الله تبارك وتعالى أمرا ملتفتا عنه في حقوق الوالدين، فجعل برهما واجبا حتى ولو كان الأبوان لا يؤمنان بالله عز وجل، بل حتى ولو كان فاسقين، بل حتى ولو كان على أي وضع من الأوضاع. وهذا يدل على جانب التعبد في هذا الحق الذي قرره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إجماع علماء أمته، فهو حق ثابت لا مراء فيه ولا جدال فيه ولا مشاحة فيه، ولا يستطيع الولد أن يتعلل بأي تعلة في النقوص بهذا الحق أو في الخروج عليه. ليس أمام الولد أي سبب أو أي تعلة يمكن أن يحتج بها أمام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نوع القرابة وجعل قرابة الولد بأبيه وأمه هي من أقوى القرابات، لأنها قرابة أصل وفرع. والوالد كما يقول الفقهاء هو الذي له على الإنسان ولادة، كأنه قد ولد منه مباشرة، والأم هي التي لها على الإنسان ولادة مباشرة، أي أن الولد قد ولد منها وقد ولد من أبيه. ولذلك الإنسان لا يختار أباه ولا يختار أمه، فمن الواجب عليه أن يحترم قدر الله في اختياره، لأن هذين الوالدين هما اللذان كانا سببا في وجوده، أو أن الله تبارك وتعالى قيضهما ليخلق الإنسان منه أو ليخلق الولد منه، فهذا أمر جعلي قدري يجب أن يحترمه الولد في والديه وفي قدر الله به وفيما اختاره الله له عز وجل. طبعا بر الوالدين ليس له حدود في التفصيلات، لأنه حق من حقوق الله عز وجل. قل فيه ما شئت، بالغ في الكرم ما شئت، فليس لحق الوالدين حد، حتى ولو ربنا بيقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والفقهاء يقولون: أن يكون كالعبد الذليل مع السيد المتجبر، لا يملك إلا الطاعة وإلا تقبيل اليد
وتقبيل أرجلهما وتقبيل كل ما يمكن أن يقربه إليهما أو يجعلهما راضيين عليه أمام الله تبارك وتعالى من قلبيهما، وليس بالكلام الظاهر أو بالسلوك الظاهر. قرابة الوالدين قرابة كبيرة. ثم نأتي بعد ذلك الحقوق التي قررها الله تبارك وتعالى لذوي القربى تختلف باختلاف درجة القرابة. ودرجة القرابة إما أن تكون قرابة من الدرجة الأولى زي صلة الولد بأبيه، هذه قرابة من الدرجة الأولى، وإما أن تكون قرابة من الدرجة الثانية زي قرابة الأخ بأخيه، فأنا صلتي بأخي أرتفع بها إلى أبي ثم أنزل من أبي إلى أخي، فهي قرابة من الدرجة الثانية، لها حقها ولها منزلتها في البر. تختلف هذه الدرجة عن الدرجة الثالثة، فمثلاً عمي هو فرع جدي، ولذلك أنا حين أحسب درجة قرابتي به أصعد إلى أبي ثم إلى جدي ثم أنزل إلى عمي، فعمي هو اللي هو أخو أبي، فهو قريب لي من الدرجة الثالثة. لا شك أن الدرجة الثالثة تكون في المنزلة وفي الحق تالية للدرجة الثانية، وهكذا رتب الله تبارك وتعالى درجات القرابة ترتيبا محكما حتى يحفظ لكل إنسان منزلته وحقه في هذا الأمر. وهذا الأمر لا يجري في البر بل يجري في كل أحكام الشريعة حتى في الميراث، فالأقرب يحجب الأبعد والأقوى يحجب الضعيف في شرع الله عز وجل وفي ترتيب أحكام الميراث. هناك قرابة اللي هي قرابة المصاهرة، وكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذه القرابة، وربما كان هذا الالتفات عنها هو السبب في كثير من المشكلات الزوجية. قرابة الولد بأبيه أو قرابة البنت بأبيها قرابة من الدرجة الأولى لأنه ليس بينهما فاصل. قرابة المصاهرة التي تربط الزوج بزوجته أقوى من قرابة الأب بابنته، لأن أنا بين البنت وبين أبيها درجة، لكن بينها وبين زوجها كم درجة؟ مفيش درجة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة وخلق منها زوجها، كأنهم الاثنين هي درجة الصفر. ولذلك يقول الفقهاء إن درجة الزوجة بزوجها أقرب من درجتها بأبيها، ولذلك لما بيعقد الولد على زوجته أبوها بيأخذها ويقدمها له، صارت ولاية الزوج على زوجته أقوى من ولاية الإيه؟ الأب على ابنته. ولذلك كانت قرابة، يقولون إن قرابة الزوج ليس لها درجة، هي قرابة التوحد في النفس الإنسانية التي تجعل كل واحد من الزوجين في نفس درجة القرابة للزوج الآخر. ده معناه إيه؟ هذا معنى يجب أن يستلفتنا إلى أننا يجب أن الرجل لا ينظر إلى المرأة على أنها منفصلة عنه، وهي أيضا يجب أن تنظر إليه كذلك، فإذا حدث منها ما يسيئه يجب أن يتذكر أن الإساءة لنفسه هو، وليتذكر أنه إذا أساء إليها فهو قد أساء إلى نفسه هو، وهذا معنى هذا الترتيب الذي جعله الله عز وجل في درجة القرابة، قرابة المصاهرة المكتسبة التي تجيء بعد قرابة النسب. ده مش كده وبس، بل إن الله تبارك وتعالى جعل بناء على عقد الزواج أو قرابة المصاهرة، يقول الله عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً. النسب هو ما يتوالد عن الزوجين من أولاد. طب المصاهرة، المصاهرة هي درجة القرابة التي تربط أقارب كل واحد أقارب كل واحد من الزوجين ليكون في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الآخر. فأم الزوجة قريبة للزوجة من الدرجة الأولى، في الحال بمجرد العقد صارت قريبة للزوج من الدرجة الأولى، وأم الزوج قريبة للزوج من الدرجة الأولى، بمجرد أن يعقد الزوج على زوجته صارت قريبة للزوجة من الدرجة الأولى. فالحموات تعتبر قريبات من الدرجة الأولى، ولسنا همجا في ترتيب درجات القرابة، ولذلك لها حقوق الدرجة الأولى، ولذلك بتترتب عليها المحرمية. فلا يجوز للولد أن يتزوج أم زوجته مهما حدث، لأن الدخول بالبنات يحرم الإيه؟ يحرم الأمهات، وهذا التحريم يعتبر تحريما مؤبدا لا مناص فيه. فكأن الحقوق هنا حقوق مشتركة، قرابة المصاهرة هي التي تنشأ عن العقد،
وهي شوف تركيب ربنا سبحانه وتعالى ليربط بين الناس في علاقاتهم ببعضهم، أنه جعل هذه القرابة الطارئة التي يرتبط فيها الفتى بالفتاة، والتي ربما لم يكن يعرفها من قبل، والتي ربما تكون هي من الشرق وهو من الغرب، بمجرد أن يربط الله بينهما بالميثاق الغليظ صار نفساً واحدة، وصار أقارب كل واحد منهما في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الآخر، له حقوقه وله واجباته في هذا الأمر. أنا لا أريد أن أطيل حتى أترك لأخي الأستاذ الدكتور أحمد، بس أنا عايز أقول في قبل أن أنهي هذه المقدمة بالنسبة لذوي الأرحام، كثير من الناس لا يفهمون معنى قرابة الأرحام. قرابة الأرحام هي القرابة التي تربط الإنسان بأنثى لا يجوز له أن يتزوجها. ولما نقرأ آية المحرمات في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم من المحرمات، وأخواتكم الأخت من المحرمات، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هؤلاء محرمات على الإنسان، ومحرمات إما بالنسب وإما بالرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالتالي أنا صلتي بذوي القرابة هي الأنثى التي لا يجوز لي أن أتزوجها. طب إذا كانت مما يجوز أن أتزوجها بنت العمة قريبة من الدرجة الرابعة، بنت الخالة قريبة من الدرجة الرابعة لأن الخالة درجة ثالثة، والذي يتفرع عنها قرابة من الدرجة الرابعة. ربنا سبحانه وتعالى أوقف درجة التحريم حتى الدرجة الثالثة، يبقى ما يتفرع عن الدرجة الثالثة اللي هي بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخالة، لا يعتبرون من ذوي الأرحام بالإصطلاح الفقهي الصحيح. ليه؟ لأننا يجوز أن أتزوجها. فلو تزرع الإنسان بقرابة ذوي الرحم، وأنا رايح أرعى رحمي وأرعى كذا، ربما يترتب على ذلك من المفاسد ما لا يخفى. هذه علاقة لا يحلها إلا عقد الزواج، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتخذ من ذوي القرابة مبرراً وزريعة للتقرب أو للاحتكاك أو غير ذلك، حتى لا يفتح أبواباً للشر. يجب أن يتقيد بهذا الأمر. فلما نقول قرابة ذوي الأرحام هي القرابة التي تربط الإنسان بأنثى لا يجوز له أن يتزوجها، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في بقية قادمة. يقول الحق تبارك وتعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. في هذا النص القرآني الكريم يأمر الحق تبارك وتعالى كل مؤمن به بإعطاء ذوي قرباه الحقوق الواجبة لهم عليه، والتي تفرضها صلة الرحم. وهذه الحقوق تشمل المودة والتزاور وحسن المعاملة والمشاركة في المسرات والمواساة في الشدائد ودفع المظالم وتحمل التبعات وغير ذلك من أوجه التراحم بين ذوي القربى. وليست صلة الرحم بتبادل المنافع، إن وصلك رحمك وصلت، وإن نأى عنك وابتعد نأيت عنه. ليس الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر صلة الرحم فوق هذا كله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها السادة، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.
وقد شرفنا في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. شرفنا الدكتور عبد الله شلبي مسؤول المساجد، والشيخ حمدي عبد المتجلي مفتش مساجد إدارة أوقاف وسط، والشيخ فراج حسن عبد المعبود مفتش المساجد الأثرية بإدارة أوقاف وسط، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب المسجد، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب المسجد. والآن أيها السادة، نأتي إلى هذه الكلمة مع الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم وتكرَّم على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارضَ اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين، وارضَ اللهم عنا معهم بمنِّك وجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. إنها لمناسبةٌ طيبة ولقاءٌ مبارك يجمع بركة الزمان وبركة المكان وبركة الحديث، فمن هذا المكان الطيب الطاهر مسجدي مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، وصلى الله وسلم وبارك على جده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبركة الحديث أن نجتمع في هذه الساحة الطيبة لنتذاكر العلم، نقرأ القرآن ونتذاكر العلم، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ونذكر في ملأ الله الأعلى. أيها الأحبة الكرام، حديث مهم في واقعنا المعاصر، القرابة وحقوق القرابة في مجتمع وفي ظروف وفي بيئة تكاثرت علينا فيها المشاغل وتكاثرت علينا فيها الأعمال، كل منشغل بنفسه بعمله بظروفه بأحواله بمنطقته. حالت بيننا وبين كثير ممن نحب من الأهل والأقارب والمعارف ظروف الحياة. يأتي هذا الحديث ليعطفنا بشدة إلى أن نراجع أنفسنا. إن لأجسامنا علينا حقا، وإن لأضيافنا علينا حقا، وإن لأهلنا علينا حقا، وإن لكل من نعرف من الناس علينا حقا، فينبغي أن نؤضي وأن نؤتي الحقوق أصحابها. ومن أعظم الحقوق التي تكررت الوصاية بها في كتاب الله عز وجل حقوق القرابة، حقوق ذوي القربى. ولو استمعنا إلى بعض آي القرآن الكريم كالتي استمعنا إليها من قارئنا الكريم من سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن يمضي ربنا فيقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية. الوصايا بالقرابة
وصايا قديمة في شرائع الله عز وجل. هنالك نقرأ في سورة البقرة حديث عن قدم الوصية الإلهية بالقرابة. يقول ربنا عز من قائل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. إنها وصية قديمة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصايا بالإيمان وتقوى الله وبر الوالدين والإحسان إلى ذوي القرابة وصية قديمة، شرع أنزله الله على كل أنبيائه ورسله. لا بد وأن نعنى بالقرابة. لماذا نعنى بالقرابة؟ على النحو الذي فصله شيخنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار في حديث ماتع رائع، فصل لنا القرابة وبين لنا درجاتها. لماذا القرابة؟ لأن الإنسان لا يعيش وحده، الإنسان مدني بطبعه، لا بد وأن يأنس إلى من يأنس بهم، إلى من يثق فيهم، إلى من يسعد برؤية السعادة في نفوسهم، وتبدأ الدائرة ضيقة لتتسع. تبدأ بالقرابة القريبة التي أطلق عليها شيخنا هنا، والتي تعرف بالفقه بالقرابة من الدرجة الأولى، ثم الثانية تتسع قليلا، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وهكذا تتسع لتشمل قرابة المؤمنين، لتشمل قرابة الإنسانية جميعا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن وأن يكون المسلم. وخصت القرابة بهذه العناية لأن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. لا ترجو ممن لا يحسن إلى والديه أن يحسن إليك، لا ترجو ممن لا يحسن إلى زوجته وأولاده، لا ترجو منه إحسانا ولا ترجو منه معاملة طيبة. فإحسان المرء إلى ذوي قرابته، والتي تبدأ بالوالدين والأسرة والأولاد والزوجة، إحسانه إلى هؤلاء دلالة على أن فيه خير، على أنه يرجى منه إحسان. ولتتسع الدائرة لنتراحم، ولذا اشتقت هذه الرحم من أعظم اسم من أسماء الله عز وجل، اسم الرحمن. أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته. يا الله، واصل ذوي رحمه، واصل ذوي قرابته، الله واصله، الله يصله. والقاطع والمتعمد للقطيعة، الذي يبحث عن أسباب الكراهية، ومن قطعها قطعته، ومن قطعها في رواية بتته، قطعه الله. عافانا الله وإياكم من قطيعة الناس وقطيعة ذوي القربى التي تؤدي عياذا بالله إلى قطيعة الله عز وجل. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم ملعون إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأنه تعرى من الخير، لأنه فقد الخير، لأنه لا خير فيه فيطرد من رحمة الله. لا خير فيه لأبويه، لا خير فيه لأهله، هو لا خير فيه للناس. هذا مطرود من رحمة الله، بعيد عن فضل الله عز وجل. ولنعلم أننا مأمورون أن نبحث، وأن كما نقول في تعبيرنا الدارج، نحن ندور، نبحث، نشوف فين قرابتنا. هكذا أمرنا سيدنا رسول الله. يقول إيه سيدنا النبي؟
فيما رواه الترمذي بسند حسن: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني لا نقتصر في صلة القربة على من نعرف، بل ربما يكون لي أولاد عمومة انقطعت بنا السبل، كانوا في مكان وأنا في مكان وتطاول علينا الزمان فلا أعرفهم ولا أعرف أبناءهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لماذا؟ قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. محبة في الأهل، هيبة في حميمية في القرابة، تفرح إذا لقيتهم ويفرح إذا زرتهم. إن وسع الله عليك فأفأت عليهم، مما وسع الله عليك أدخلت السرور عليهم. والصدقة على ذوي القربى مضاعفة الأجر، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى الفقير القريب ثنتان، صدقة وصلة. ولذا عندما تصل هؤلاء تحدث المحبة، ثم مثراه في المال. كثير من الناس يردد هذا المثل المذموم: الأقارب عقارب. من قال هذا؟ الله يأمرنا بصلة ذوي القربى، بأن نبحث عن أقاربنا، بأن نتودد إليهم، بأن نصلهم، ثم نسمع من يعني ينقل إلينا أن الأقارب يعني الإنسان يتأذى منهم. أبدا، بل أن الذي يتحمل أذى ذوي قرباه له أجر عظيم عند الله. النبي يبشرنا أنك إن وسع الله عليك فزرت ذوي قرباك ووجدت فقيرا فوصلته، وجدت منهم محتاجا فأزلت حاجته، مكروبا ففرجت كربه، بائسا فأدخلت السرور عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا مثرات في المال. لا تظن أن المال سينقص، ما تعطيه لذوي القربى ينقص مالك، هذا مثراه في المال. واسألوا الواصلين، إي وربي، اسألوا أهل الصلة، اسألوا كيف يوسع الله عليهم، اسألوا كيف يثري الله عز وجل ويبارك في أموالهم وأولادهم. من سأة في الأسر يبارك الله في عمرك ويمد الله في أجلك، لأنك سبب في إدخال السرور على الناس. من هنا أيها الأحبة نحن مأمورون أن نصل أولا ذوي القربى، ثم بعد ذلك أن نصل أهل الإيمان، كل المؤمنين ذوي قرابة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل نحن مأمورون أن نصل الإنسانية. يعلمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة في الحديث المشهور المعروف: الجار القريب، والجار المسلم، والجار غير المسلم. كل هؤلاء لهم حقوق، هذا له حق الجوار وحق القرابة وحق الإيمان، والذي لأنه قريب، والجار الذي ليس قريبا له حقان: حق الإيمان وحق الجوار. والقراب والجار الذي ليس مسلما له حق الجوار. يقول سيدنا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ولو كان غير مسلم. نعم، حتى ولو كان غير مسلم، لأنك إنما تنضح من إنائك إناء الحب، إناء الصلة، إناء التقارب إلى الناس، معرفة الناس، التودد إليهم. بالله عليكم، مجتمع تسري فيه المحبة تبدأ من بيتك، ثم تعم على جيرانك، ثم تعم على ذوي قرابتك، ثم تعم على الناس أجمعين، كيف يكون هذا المجتمع؟ ذلكم المجتمع المثالي الذي أمرنا الله عز وجل أن نحافظ عليه
وأن نعيش فيه، وأن ندعو الله عز وجل أن يبارك فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك أسرنا ومجتمعاتنا، وأن يبارك مصرنا، وأن يجعلها أمناً أماناً، سلماً سلاماً، وسائر بلاد العالمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. السادة الحضور، نعاود الاستماع للأستاذ الدكتور عبد الله النجار في كلمة موجزة، فليتفضل مشكورا. لا أشك في أن ما ذكره أخي العزيز العالم الجليل سيادة العميد أستاذ الدكتور أحمد كاف في تغطية الموضوع، ولكنني من خلال ما تحدث هو ذكرني بنقطة أردت أن أنبه إليها، لأنها على درجة كبيرة من الأهمية فيما يتعلق بحقوق ذوي القربة، لأن هذه الحقوق قد تكون حقوقا مطلقة، يعني يجب عليك أن تفعل، إن الحق الذي قرره الله عز وجل لعباده هو حق وواجب في نفس الوقت، فهي حقوق كما يقول الفقهاء حقوق تبادلية، بمعنى أن لي حق في نفس الواجب في نفس الوقت علي واجب يقابل هذا الحق. شوف كل المعاملات مبنية على هذا الأمر، لا يوجد حق لا يقابله واجب إلا حق الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى له حق ولا يجب عليه شيء. ربنا لما شرع لنا الحقوق بالنسبة لذوي القرابة قسمها إلى قسمين، ألحق قسم حقوق الوالدين بحقه هو، فحق الله عز وجل حق لا يقابله واجب، ما تقدرش تؤدي حق الله ثم تقول يا رب أنا أديت حقي الديني، لا يقدر أحد على ذلك حاشا لله تبارك وتعالى، فالله كريم، وأنت حتى لما بتؤدي حقوق الله، الله غني عن هذه الحقوق، فأنا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فالحق هنا حق إيه؟ حق تداولي، تداولي، تصنع والله يجازيك وقت الجزاء. بر الوالدين تداولي على نسق حق الله عز وجل. ولذلك افرض أن أبوك عاصي ولم يوفي إليك الحق، هل توقف حقوق أبيك؟ لا، تؤدي هذه الحقوق كما تؤدي حق الله تبارك وتعالى. طب الجزاء حاخده من مين؟ حاخده من ابويا زي ما بتاخذ البائع والمشتري، ده بياخذ حقه منه وحقه منه؟ لا، تاخذ حقك من ولدك الذي سياتي منك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، وهذه سنه الله في خلقه. اقتضت هذه السنه ان من يبر اباه وأمه يقيد الله له ولدا من صلبه، يرد عليه البر بمقدار ما وفق وزيادة. ذوي الأرحام نفس المعنى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه ذو قرابته وصله ذوي الأرحام. ليس الأمر كذلك، الحقوق فيما عدا حق الوالدين تبادلية، مش معنى كده إن أنا بيلزمني الشرع إن أنا أودي حق ثم أقاسي عناء الحرمان من المقابل، هذا شيء مؤلم، لأن الأدلة التي تقرر الحقوق كما تخاطبني بأداء حق ذوي رحمتي ذوي رحمي تخاطب ذوي رحمي بأن يؤدوا حقي. ولذلك كان الحق في
دليل ذلك إيه؟ دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في قرابة المصاهرة اللي هي الزوجة بترتبط فيها بالزوج بدرجة قرابة أقوى من درجة قرابة البنت بأبيها. يقول الله عز من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كأنه هو حق تبادلي، بمعنى أن كل واحد من ذوي القرابة بأن يطالب بأداء ما عليه. وقد يجد الإنسان، لكن افرض أن ذوي رحمك وذوي قرابتك لم يبادلوك هذا العطاء، هل تتوقف؟ لا تتوقف، وانتظر العطاء ممن أمرك أن تبر ذوي قرابتك، فإنما عند الله خير وأبقى. ولذلك يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر. بر الوالدين بر حق تداولي، حقوق ذوي القرابة الأخرى هي حقوق تبادلية وليست تداولية، ولذلك يجب على الإنسان أن يؤديها، فإذا منعوها يبقى الله عز وجل هو المكافئ، حتى لا تنقطع صلة القربة، وحتى لا تتقطع الأرحام فيما بين الناس. أدعو الله عز وجل أن يصل أرحامنا، وأن يقوينا على أن نقوم بحقوق ذوي قرابتنا، وأن نقوم بحقوق والدينا. وندعو الله عز وجل إن كانوا أحياء أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، وإن كانوا أمواتا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، هناك ثمرات كثيرة لصلة الرحم، ومن هذه الثمار البركة في الأرزاق والزيادة في الأعمار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودواء الأبدان وشفائها ونور العيون
واقضي أمورا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا وفرج الكرب عنا أنت مقتدر يا رب يا رب نرجوك في الدارين ترحمنا نرجوك في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر هو الحبيب سيدنا النبي هو الحبيب سيدنا النبي هو الحبيب هو الطبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في فعل ولا عمل فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وواليت علينا نعمك مدرارا وجهلنا وما عاجلتنا مرارا فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا فاجعلنا من الواصلين لأرحامنا ومن البارين بآبائنا ومن البارين لآبائنا وأقاربنا وبعد عنا بفضلك وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين والتي كانت ختاما لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وكان معنا في هذا اللقاء المبارك القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي والمبتهل الشيخ محمد علي جابين والمتحدث الأستاذ الدكتور عبد الله النجار والأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف ولكم تحياتي خالد عبد القادر الزنفلي نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.